على هامش أعمال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، نظمت بعثة اليمن الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف حدثا جانبيا موازيا لأعمال المجلس، وذلك للكشف عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وأتباعها من قوات الرئيس المخلوع صالح، الذين قاموا بانتهاكات صريحة وممنهجة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. فيما يخص ملف حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان في جنيف بالأمم المتحدة، يحتل صدارة الاهتمام كما ترى على المستوى الدولي، وأعتقد بأن هناك حراكا سياسيا على أعلى مستوى فيما يخص البعثات المختلفة، وهناك أيضا حراكا مجتمعيا مهما جدا. يعني لأول مرة ترى قضية فيها نوع من الحراك المجتمعي على مستوى المجتمع المدني العربي والدولي والمحلي الذي زار مجلس حقوق الإنسان وقدم كثير من الرؤى المختلفة. ركزت في كثير من الأمور، ولكن أبرزها هناك إجماعا مجتمعيا ودوليا على قسامة الانتهاكات التي قامت بها الميليشيات الانقلابية للحوثيين وصالح في الجمهورية اليمنية. لأول مرة تكون هناك انتهاكات ممنهجة فيما يخص المدنيين. من جانبه، أكد مدير إدارة حقوق الإنسان بالخارجية اليمنية على أهمية لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة التي تستمد شرعيتها من قراري مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن، مضيفا أن اللجنة الوطنية المستقلة ستقوم بالتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وفقا لمعايير مهنية وبصورة محايدة. أصبح من المهم جدا التوافد هنا وحضور اليمنيين وغير اليمنيين إلى مجلس حقوق الإنسان لإيضاح الفكرة تماما عما يجرى الآن في اليمن من قتل وتشريد وسفك دماء من قبل الحوثيين وميليشيات صالح. على صعيد متصل، استعرض عضو اللجنة العربية لحقوق الإنسان انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح وتداعيات الأحداث بشكل درامي ومأساوي في اليمن، مؤكدا أن مبادرة المملكة العربية السعودية لاسترداد الشرعية في اليمن عبر قوات التحالف جاءت وفقا لنداءات واستغاثة الشعب اليمني بأشقائه العرب. هذا العمل الحقوقي الذي يتم القيام به هو جزء من عملية طويلة جدا لترسيخ العدالة في بلدان الصراعات. هذا العمل ليس فقط على مستوى المحاسبة، ولكن أيضا على مستوى بناء مؤسسات العدالة وعلى مستوى وضع الاستقرار في الدول التي ستكون بعد الصراع، وهو المعركة الأهم. برغم الملفات الشائكة التي تطرح على طاولة مجلس حقوق الإنسان، إلا أن النداءات التي أطلقها الناشطون اليمنيون وجدت صدى دوليا. طه يوسف حسن، تلفزيون الشارقة، مجلس حقوق الإنسان، جنيف.